اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تيفي، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. في هذا المباشر هذا معنا ام بحال جميع الامهات عزيزه عندها مشكل مع الوليد ديالها اللي تيعاني كيف ما تيقولوا الاطباء من مرض التوحد، لكن للاسف داتو باش يقرا ورفضوه. كتمشي ديما تتحاول، اي ام غتبغي الوليد ديالها يقرا تبغيه يكون بحالو بحال الوليدات كاملين، لكن كتلقى الرفض. ولهذا جات عند الدكتور بدر العطار باش تتبع مع الوليد ديالها باش تحسن الحاله ديالو ويقدر يمشي يقرا، لكن للاسف مازال الحاله بدات كتحسن الحمد لله ديال الوليد، ولكن مازال الرفض قائم على الوليد انه ما يدخلش يقرا والعام تيضيع. عزيزه بقى فيها الحال وبغات دير نداء للمسؤولين باش يدخلوا لها الوليد ديالها يقرا، ما بغاتوش يتحرم. وحنا في واحد العصر ديال كلشي كيقرا كلشي، ما يمكنش الوليد يكبر في السن هو ما قاريش، فاكيد غيسولك غيلومك، غتبقى غيلومك غير نتيا، يقولك نتي اللي ما ديتينيش نقرا، نتي اللي ما انا كلشي صحابي قارين علاش انا ما نقراش. حنا في هاد السنوات الاخيره ما كاينش شي وليد صغير ما جالس من القرايه، كلشي تيقرا. واخا اختي شرحي لينا شنو عند الوليد ديالك، ولمن تبغي توجهي النداء ديالك اليوم. السلام عليكم. واخا عطيني دقيقه تفضلي. السلام عليكم، انا ام الطفل التوحدي. كنشكر قناه شوف تيفي المره الثالثه لانها متبعه معايا الحاله ديال ولدي. قناه الشعب ما خلاتنيش وما خلاتش ولدي يضيع، وكنشكر الدكتور بدر العطار اللي ساندني بزاف وقف معايا بزاف، وبسببه الحاله ديال ولدي الحمد لله كتحسن، مع العلم انني ما تبعتش معاه بزاف ولكن لاحظت الفرق، اقسم بالله لاحظت الفرق وعطاني الامل باش نزيد مع ولدي. كنبغي نوجه نداء للمسؤولين، راه ولدي تيضيع، هو في سن التمدرس التمهيدي عنده 4 سنين، ومن حقه يكون في الراود دابا بحالو بحال الوليدات الصغار، لكن لقى الرفض من المجتمع كامل لانه طفل توحدي على حساب كلام الدوله، لانني مشيت دوزت ليه في السبيطار ديال المخزن ديال الدوله، عطاتني ورقه قالت لي ولدك عنده توحد الحاد. واخا واش ما عندوش الحق يقرا الا كان فيه التوحد؟ المجتمع رفضوا، المجتمع المغربي كامل رفضوا، حتى من هكا كنمشي الراود تنخلص عليه هكا ما بغاوش يشدوه لانه الولد حركي بزاف. ولدي لقى الرفض من المغاربه كاملين. كنحس بحال باغا تبكي. المغاربه ضروني ضروني بزاف، ملي كنحط الرقم ديالي على اساس انها تجي مساعده لولدي كنلقى الناس كتطلع كتعاير كتعايرني تقول لي زعما موضوع اللي ماشي ديال اننا نتعايروش، ماشي شي حاجه اللي عشومه. انت طالعه كتهضري على الوليد ديالك باش يقرا، انت ام خاصك تحترمي، خاصك يكون التقدير، ماشي تلقاي العكس. لا يعني المغاربه ما احترمونيش مره، كاين اللي تيطلع تيقول لي مازال ما بغيتيش تستري، كيفاش يعني نتستر؟ لا خصك تتزوجي تستري، انا ما طالعاش باش نتزوج ولا باش نتستر، وانا ماشي عريانه. المراه مكتبه علاش كتبان لكم مراه عريانه؟ بالعكس انا ام مسؤوله، انا مسؤوله وهذا مسؤوليه ديال 3 الوليدات، عاد انا الرابعه، هذه المسؤوليه ما زواش رجاله، انا محتاجاش نتستر، انا مستوره الحمد لله. انا قايمه بمسؤوليتي، انا محتاجه لولدي انه يقرا. فين وصلت الحاله ديال الابن ديالك؟ لا الحمد لله غاديه في تحسن، كان تيفيق بالليل ما تيخليناش نعسو، لكن الحمد لله دابا ولا تينعس ولا كلشي عنده منتظم، لانني انا امراه عاديه، انا ماشي انا ما قريتش على التوحد، وانا ماشي مساعده هكايا باش نرافقه ونعرف كيفاش نتعامل معاه، ما تعرفش نتعامل معاه، هادشي كامل جديد ما تنعرفش نتعامل معاه. لكن منين الدكتور وراني كيفاش وعطاني الطريقه كيفاش نتعامل معاه مع نظام غذائي وبزاف د الحوايج، ولا تينعس مزيان تيفيق في الوقت الحمد لله. الحمد لله. واخا اليوم لما تبغي توجهي النداء ديالك، شكون في نظرك المسؤول اللي يقدر يتدخل باش يعاونك في الابن ديالك؟ كنوجه ندائي للمغاربه. انت في الرباط ياك؟ انا مدينه الرباط. انا في الرباط، يعني انا في قلب المغرب العاصمه، ما لقيتش مساعده. كنوجه النداء ديالي للمسؤولين في الدرجه الاولى، ساعدوا ولدي راه تيضيع، ولدي حامل جنسيه مغربيه، من حقه يقرا، من حقه يتعلم، ومن حقه يتعالج حتى على نفقه الدوله. انا كون كانت الظروف الماديه كتسمح ما غاديش نطلع،
ولدي من حقه يتعالج. هادي اول شيء. ثاني شيء كنطلب مساعده من المغاربه، خوتي المغاربه الا ما قدرتوش تعاونوني حتى حاجه عاونوا غير بالبارطاج، ما قدرتوش تعاونوا حتى بهذيك ما تضرونيش. المراه راه ماشي مابقاوش تشوفوا في المراه شي تشوفها ماشي تلهيه ولا تستر لما المراه هزها راسها. ركزوا مع صلب الموضوع، ركزوا مع صلب الموضوع اول شيء. ثاني شيء المراه الحمد لله ولات بحالها بحال الراجل، فين ما مشيتي كتلقى المراه، ما بقاش شي حاجه اللي ما كايناش او كيان ضعيف محتاجه ضروري الراجل باش تكون مراه. لا المراه بوحدها كافيه. غير باش نخصوا اللايف للابن ديالك باش يرجع يقرا، نقدروا نصوروا معاك وهضري لنا على المراه كيف ما بغيتي. غير باش الوليد ديالك، حنا بغينا الهدف من هذا المباشر هو الوليد يدخل يقرا. انت اشنو اللي بالك حاليا تبدل في الولد ديالك اللي كيخول ليه انه يدخل يقرا؟ حاليا تبدلت فيه بزاف د الحوايج، يعني ما بقاش كيف كان. دابا قبل كنت الا مشينا لشي بلاصه كنقول ليه جلس، ما تيبغيش يجلس مره، ما تيبغيش يجلس مره. دابا الحمد لله تيجلس كوميم، تيجلس واحد جوج دقائق ثلاثه كيتمشى شويه يجي يريح. ماشي بحال تينعس بالليل تيفيق هكا يا بنهار، ما بقاش عصبي ولا تيشوف ليا في عينيا تنتحاور انا وياه، لان تا الدكتور عاوني حتى انا يا ولا عندي الكوراج باش نبدا مع ولدي، لانني كنت فقدت الامل. يعني قالوا لي اي ام انها تتجه للطب النفسي بحال هذه المشاكل هذه. اكيد 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 كيعاون بزاف، كيعاون بزاف ان ولدي راه كان تيشوف في السقف ما تيشوفش ليا في عيني. دابا الحمد لله وتيتجاوب معايا، يعني هذه غير مده يعني كتلعب ما بين شهر هكايا والحمد لله تحسن كاين. يعني لا استمرينا هكا في مده خلال عام يقدر يولي لاباس عليه وكان شيئا لم يكن. ان شاء الله نتمنوا خير ان شاء الله. عندي كلمه للدكتور بدر العطار باش يعطي رساله للمسؤولين ويأكد. بغينا منك دكتور تاكيد. مرحبا بك تسمعنا معنا في المباشر، معنا الدكتور بدر العطار أستاذ الأمراض العصبية والنفسية. بغينا منك رسالة لتأكد أن هذا الوليد عنده الحق يدخل يقرأ، يعني الحالة دياله راه ممكن أنه يدخل يقرأ، ما كاين حتى شي حاجة كتمنعه باش هذا الوليد يقرأ. هذا الشيء اللي بغينا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعلا الولد بيتحسن على كل مدى، هو جه مرة واحدة لكن تدريجيا، مش هو الولد بتاع العام السابق. فتبص تلاقي خاص المسؤول يبص على الطفل في اللحظة دي، والطفل قابل للتحسن لأن عنده خلل وظيفي في المسارات العصبية نتيجة نقص الأكسجين، ولكن قابل للتحسن. لكن خاص البيئة اللي الطفل يلاقي فيها التحسن دياله، فخاص إن هو بتوع المدارس ياخدوه وتدريب ويراعوا الحالة دي هيتحسن تدريجيا. 6-4 سنين يعني لسه العمر قدام منه، خاصه دلوقتي ياخد العلاج ويروح يدخل مدارس، على الاقل المدارس تبدا ان هو يعمل تواصل مع الاطفال. لكن دلوقتي محروم بين اربع حوائط، ضروري الطفل يقول اضطرابات يعني بشكل زمان. يعني نقاطعك دكتور، يعني لا تخلي يقرا راه تساعده حتى في الحاله ديالو انها تتحسن. طبعا طبعا لما بيروح يشوف يشيل شنطه، يبقى يلا شالته شنطه وشاف اخوه راح المدرسه هيبكي بغي يروح المدرسة. بس خاص ان احنا نكون مع الطفل في البيئة في المدرسة والبيئة اللي خارج المدرسة، وياخد الحصة العلاج دياله. ومرحبا احنا مع عزيزة لحد الان لحد ابنها ما يتحسن، وكلنا مغاربة مرحبا ليها وفي اي وقت لحد ابنها يتحسن وهو يوصل نورمال. بس خاص الوسائل المساعدة اللي هي مدرسة تشد شوية ويطولوا بالهم معاه شوية وياخدوا في الاعتبار الطفل يبدأ يتحسن وتدريجيا حتى حسن. يمكن هي قالت لك بدا يتحسن او عندي مره واحده لسه باكل الحمد لله، وكله لو كان بيستمر لكن كان التكسير من عندي انا ما كنتش متواجد. اذا الطفل يتحسن ويدخل المدارس تدريجيا الروض، وبعدها يدخل يتحسن تدريجيا على يوصل معاد القرايه بتاع 6 سنوات. هكون ما يكون الطفل مش هو ده كل يوم هيتحسن، هم هتشوفوا في تحسن اكثر يعني من ذلك. يعني انت كتاكد لنا ان الوليد ممكن يدخل يقرا، ممكن حتى شي حاجه كتمنع؟ لا ممكن مع التحسن هيبدا، بس خاص ابدا الطفل ياخد ويروح، لان الطفل مش كل الاطفال على مستوى واحد من الاعاقات. لا في اعاقات خفيفه عبد، ولكن الطفل لما امه ممكن يتحسن. دلوقتي قاعد متهدم ممكن يتواصل، ما هوش عنيف، ما معناه متهدم، يعني اذا معناها مجرد تحس واحده بدا ان حالته تتحسن. بس خاص انه ياخدوه بتوع الروض يتحملوا تزود طاقه شويه، الطفل هيبدا يعاونوا في العلاج. شكرا لك. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كانت هذه الشهاده ديال الدكتور اللي متبع عنده عزيزه الام
عزيزة المرأة اللي كتكافح وكتقاوم على قبل الابن ديالها. فكنتمنى المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار الشهادة ديال الدكتور كتجي من الرباط باش تبع ليه هنا في كازا، يعني كيف ما كنقولوا بالدارجة مسخسخة مع هاد الوليد. فنعاونوها ماشي نتعاونوا حنا والزمان عليها، نعاونوها باش هاد الوليد ما يضيعش، حنا كلنا مع هاد الوليد باش يدخل يقرا ماشي شي حاجة أخرى. شكرا لك بزاف دكتور على شهادة حق اللي قلتي، وكنتمنى المسؤولين ياخذوها بعين الاعتبار على قبل عزيزة. اليوم بغات تدوز معنا في اللايف وبغات تأكد، بغاتك تعطي هاد الشهادة باش تأكد للمسؤولين أن الوليد راه من حقه يدخل يقرا، وحتى الحالة ديالو راه ممكن أنه يدخل يقرا بها. راه كاين وليدات كيف ما كنقولوا شاقين، ممكن ربما وصل لهاد الحالة ديال بحالو بحال الوليدات كيبغي يلعب كيبغي ينقز عادي. يعني الناس ديال اللي كيكونوا كيقريو الوليدات في هاد السن راه عارفين كيفاش يتعاملوا معاهم، يعني غيعاونوا حتى الدكتور باش ان الحالة ديالو ديال الوليد تزيد القدام. وفي عوض ما تحسن لينا في 10 سنين فممكن بالمدرسة تحسن لينا غير في 4 سنين ولا 6 سنين، غنقصوا حتى المدة ديال العلاج تدريجيا. كل ما هو في المدرسة بتعاونوا على مناء التواصل، يتهدم يلاقي يوم دراسي يرجع اخر اليوم في عياء له اصدقاء، لكن الطفل دلوقتي محبوس بين اربع حوائط في اضطرابات. يعني بحال تعاونوه على المرض يتزاد ماشي على التحسن. اذا كنتمنى من المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هاد الشهاده ديال الحق مع الدكتور بدر العطار. فكنتمنى توقفوا مع عزيزه ومع الابن ديالها باش يدخل يقرا. غادي نعاود نعطيكم الرقم ديال عزيزه، واخا تعاودي تقول لنا الرقم عزيزه قلنا اختي في الميكرو 06 28 16 71 69. شكرا بزاف، مرحبا اختي عزيزه. شكرا بزاف لقناه شوف تي في اللي ما خلاتنيش وما خلاتش ولدي يضيع قناه الشعب. شكرا لكم بزاف، وشكرا بزاف للدكتور بزاف بزاف بدر العطار، مرحبا بك في بلادو الثاني. شكرا لك اكيد بلادو دكتور راه مصري. مرحبا، لا مرحبا كلنا مرحبا احنا مغاربه اكيد. شكرا لك وتبارك الله عليكم، وشكرا لكم انتم مشاهدينا على هذا التعاليق الزوينه. وكنتمنى انكم تتصلوا بعزيزه وتوقفوا معها، اللي ما قدرش يوقف معها ماديا فيوقف معها بمعلومه، يوقف معها ربما اللي عندها الوليد في نفس الحاله تقدر تفيدك بشي حاجه. هذا الشيء اللي بغينا من هذا اللايف هذا. اذا انت هنا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.